أهلا بكم يا باشمهندسين. في يعني أنا شفت الفيديو، في بعضكم كان اشتكى إن من أول الدقيقة 44 في الفيديو الثالث اللي بيشرح يعني طرق قياس معدلات التدفق، لقينا من الدقيقة 44 إن الصوت راح. طيب فأنا هعيد الحتة دي. إحنا عرفنا من الدوبلر إفكت، ثواني هطلع بس البوينتر. عرفنا من الدوبلر إفكت إن الصوت بيرتد بنفس الفريكونسي لو كان الجسم واقف، يعني لو كان مصدر الصوت ارتد إليه الصوت عن طريق جسم ثابت واقف فهيرجع بنفس الفريكونسي. لو الجسم ده كان بيتحرك ومقبل على موضع مصدر الصوت فنلاقي إن الصوت هيرتد بفريكونسي أعلى، ولو الصوت بيرتد من جسم بيبعد عن مصدر الصوت فيرتد بفريكونسي أقل من اللي أصدرها المصدر. وبمعرفة الفرق بين الفريكونسي بتاع الجسم المقبل والجسم المبعد هنقدر نعرف السرعة، لأن كل ما السرعة بتزيد الجسم اللي هو بيقرب منك الفريكوانسي المرتدة منه بتزيد، وكل ما السرعة بتزيد الجسم اللي بيرتد منه الصوت المبتعد عن المصدر هتلاقي إن الفريكوانسي بتقل. فمعرفة الفريكوانسي شيفت اللي هو الفرق بين الفريكوانسي المقبلة والفريكوانسي المبعدة هقدر أعرف سرعة الفلو. ده باختصار الجزء، وكان ضرب مثال بالنجوم. يعني إحنا عرفنا من فين إن اليونيفيرس مكوناته بتبعد عن بعض. لما رصدنا الضوء اللي وصل لنا من النجوم، فعلشان النجوم بتبعد عننا لقينا إن حصل فريكونسي شيفت، وأنا بشوف اللون الأحمر ما بشوفش يعني اللون الأزرق اللي هو في نص، يعني في نص السبيكترا. فحصل اللي هو الأفريج بتاع السبيكترا بتاع الضوء حصل له شيفت ناحية الضوء الأحمر، والضوء الأحمر طبعا الفريكونسي بتاعته أقل، فبالتالي عرفنا إن النجوم بتبعد عننا مش بتقرب. دي يعني اللي استفدناه من الظاهرة بتاعت الدوبلر إفكت، في إن أنا أقدر يعني أستفيد منها في جهاز قياس لمعدلات التدفق مثل الجهاز دوت. إن أنت مش محتاج تثبته بشكل دائم على الماسورة خالص، يعني أنت بتجيب يعني الماسورة السيستم بيبقى قائم، وبتجيب الجهاز يعني بتحطه على الماسورة، بتحطه عليه كده بس، وبتقيس السرعة من غير ما يبقى فيه أي يعني permanent contact ما بين الجهاز وما بين الماسورة. فديت ميزته. بعد كده انتقلنا إلى جهاز تاني. الجهاز ده هو اللامينر فلوميتر، هو برضو عبارة عن جهاز إعاقة، يعني بيستخدم الإعاقة. أنا برضو في الحقيقة أنا بقيس فرق الضغط اللي حصل ما بين دخول الفلو وخروجه من اللامينر فلوميتر، ومعرفة الفرق دوت بعرف معدلات التدفق. طبعا الفرق ده بيبقى بيورلي هو فريكشن لوس بيورلي. كان طيب يعني إيه الميزة من اللامينر فلوميتر؟ الميزة من اللامينر فلوميتر ان انا لما جيت شفت الكيو، معلش انا اجيب، ايوه الكيو واحد، الكيو كانت بتساوي ايه في الاورفيس او الفينشوري او النوزل، فلاقي انها بتساوي يعني في عندك السي دي اللي هو الكوريكشن، نفكر بعض الكوريكشن ما بين الايديال فلوريت وما بين الاكشوال.
مضروب في الـ velocity of approach، مضروب في الـ area small بتاعت الفلوميتر، مضروبة في الجذر التربيعي، الاثنين رو دلتا بي اللي هو بي واحد ناقص بي اتنين، ديت اللي هي الكيو ولا الام. تعالوا نرجع كده نتأكد. يا فلوريت ولا ماس فلوريت؟ ديت الماس فلوريت. فالماس فلوريت بيبقى الرو موجودة في البسط بتاع الجذر مش في مقامه. نرجع يبقى ديت، اذا ديت هي ايه الام دوت، مش ال، يبقى عندي هنا الام دوت بتساوي السي دي في الفلوسيتي اوف ابروتش في الاريا في الجذر التربيعي الاثنين رو بي واحد ناقص بي اتنين. وفي الحقيقه البي واحد والبي اتنين دوت هو الاستاتيك بريشر. طيب ايه بقى هنستفيد ايه من هنا؟ احنا هنا شايفين ان فرق الضغط اللي هو المقدار ده اللي بسميه دلتا بي، فالام دوت دي بتساوي فانكشن في جذر الدلتا بي. لا، انا عايز ام دوت بتساوي فانكشن في الدلتا بي على طول، يبقى علاقه لينير. فاستخدمت اللامينر فلوميتر. طبعا كلمه لامينر لو انتم طبعا كنتم اخذتوا فلويد قبل ما تاخدوا القياس، ودي طبعا مش عارف ازاي يعني حصلت، ما حصلتش يعني. ففي اللامينر انت عندك الرينود نمبر، وطبعا لازم برضو ايه تبقى عارف يعني ايه رينود نمبر بدل الطلاسم اللي انت عملتها ديت. رينود نمبر بتساوي الرو في اليو في الدي على الميو. طبعا مش وقت ان اقعد اشرح ايه الرينود نمبر ويعني ايه هو دايمنشن ليس بارامتر واخترعوها ليه، المفروض الكلام ده تاخده في الفلويد اصلا. فالكلام دوت علشان يبقى لامينر لازم يبقى اقل من 2500 الفلو داخل المواسير. طيب فزي ما شايفين كده كل ما قطر الماسوره بيزيد كل ما ريد نمبر بتزيد. وفي نفس الوقت طب ايه الفرق بين اللامينر فلو وغيره من الفلو؟ في بعد كده عندي التيربلنت فلو. التيربلنت فلو يعني في عندك اثناء الفلو هو ماشي بتلاقي ايه ان في دوامات كده بتبقى يعني صاحبه لي، انما اللامينر فلو بيبقى الفلو ماشي كده زي شعر البنت السايح النايح، فده بيبقى لامينر فلو. هتلاقي الفلوستي بروفايل في اللامينر فلو جاي عامل كده. يعني ايه الفلوستي بروفايل؟ يعني في النص هتلاقي السرعه كبيره، وكل ما بعدت عن المحور السرعه عماله تقل لغايه لما توصل صفر عند سطح الايه سطح الداخلي الماسوره. ده اللامينر. في التربلنت فلو بتلاقي ان الفلوست بروفايل عامل كده، يعني تقريبا هو ثابت لغايه بس الباوندري لاير. وطبعا يعني ايه باوندري لاير برضه؟ ما كل ده اصل لازم تاخده في الفلويد يعني. المهم يعني السرعه بتبقى بتساوي صفر عند الايه عند دايما عند السطح بتاع الكوندويت بتاع يعني القناه اللي ماشي فيها الفلو عند السطح بالظبط. الفلوستي بتساوي صفر، هتلاقي هنا تقريبا الفلوستي متساويه ما عدا عند الباوندري لاير، فده هو التربلنت. وده بيبقى مصاحبه بقى ايه يعني ما يبقاش الفلو ماشي كده زي شعر البنت السايح، بيبقى ماشي زي شعر الولد المكتكت مال كده ماشي، فده هو التربلنت فلو. لما برضو يعني ان شاء الله يعني في المستقبل القريب لما تاخدوا الفلويد هتلاقي ان في حاجه اسمها الفريكشن فاكتور. ليه؟ لان عندك الفريكشن فاكتور دوت اللي هو بيساوي 4 اف ال يو سكوير على ال 2 جي دي على ال 2 جي دي. طبعا الشرطه دي حصلت كده وانا بكتب مش عارف ليه، انما مش موجوده طبعا الشرطه دي. فالفريكشن فاكتور دوت اللي بطبقه عشان اقدر اطلع الايه
اللي هو دوت ال سوري دوت اللي هو الهيد لوس، الهيد لوس، الهيد لوس بيساوي 4 اف ال في سكوير على 2 جي دي. فانا هنا بحط الفريكشن فاكتور عشان اقدر اطلع الهيد لوس، وطبعا الهيد لوس دوت بيساوي يعني ايه، هو معناه ان البريشر بيساوي جاما في اتش. جاما طبعا ديت اللي هي بتساوي الرو في الجي اللي هو الكثافه في عاجل الجاذبيه الارضيه. فلما اضربها الجاما اضربها في اللي هو الهيد لوس اقدر اطلع البريشر، البريشر لوس. فبالتالي من هنا يعني لابد ان اف ديت هتكون عندي يعني هلاقيها انها في اللامينار فلو بتساوي قيمه على طول مباشره بتساوي 16 على ريد نمبر في اللامينار فلو طالما انا اقل من 2500، طالما انا اقل من 2500 زي ما شايفين هنا الخط بتاع اللامينر جه لغايه هنا تقريبا عند ال 2500، وبعديه بقى دوتد، يعني ديت المرحله بتاعت الترانزيشن. طبعا يعني ايه ترانزيشن برضو دوت لما ان شاء الله تاخد الفلويد باذن الله ربنا يدينا طول العمر. فهنا بقى طبعا عندك الفريكشن كوفيشنت دوت بيساوي 16 على نمبر، في حين ان انت عندك في التربلنت فلو لازم تطلعه من خلال منحنى. يعني شوف هنا العلاقه علاقه لينير، انما العلاقه هنا ديت علاقه ايه، مش لينير خالص. فبالتالي العلاقه يعني لوغاريتميك او اكسبوننشال، فالمهم انها مش لامينر يعني. وطبعا ايه الفرق بين الحاجات دي لما ان شاء الله في الفلويد يعني تاخدوا فلويد هتعرفوا ايه الفرق بين الحاجات دي. فدوت هو عباره عن الرفنس بتاع سطح المجرى المائي او المجرى الهوائي الموجود تستخدمه. فبالتالي انا بقى عايز استفيد من الجزء اللي هو العلاقه هنا لينير عشان ايه احطه في المعادله بتاعت الفلو. فجينا زي ما قلنا ادي عندك دلتا اتش لو الفريكشن لوس بيساوي 4 اف ال في سكوير على 2 جي دي، وان عرفنا ان هو عندي الفريكشن بيساوي في اللامينر 16 على رينولد، مش محتاج ادخل مليير شارت لان الشارت اللي فاتت دي اسمها مليير يعني بالمناسبه. وبعد كده في عندك رينولد بيساوي الرو في الـ في الفي، الفي دي اللي هي الفلوستي يعني ان انت كنت ساعتها بتاخدها يو، هي مضروبه في الدايمتر، الدايمتر دوت الهيدروليك دايمتر اللي برضه هتعرفه لما تدخل في الفلويد. هيدروليك دايمتر يعني هو تقريبا بيساوي الدايمتر بتاع الانبوبه في شكلها الاسطواني على الميو. فمن هنا بقى لما تيجي كمان تحط المعادله بتاعت الام دوت بتساوي الرو في الاي في اليو من خلال، ومعانا كمان الثلاث معادلات دول، هلاقي ان هيخرج لي منها ان ام دوت بتساوي الكي في الرو على الميو مضروبه في الدلتا بي. احنا كنا بقى في المعادلات السابقه اللي هي بتاعت الفنشوري والارفس والنازل كانت ام دوت زي ما قلنا هفكركم تاني ديت بتساوي السي دي طبعا ده في الانكمبريسبل فلويد مضروبه في الفلوسيتي اوف ابروتش مضروبه في الاريا مضروبه في الجذر التربيعي الاثنين رو دلتا بي. اوكي فشوفوا هنا العلاقه اصبحت لينير وهنا العلاقه مش لينير. وهنلاقي هنا ان طبعا كل الكي ده عباره عن ثابت، ثابت بقى في كل الحاجات اللي احنا بنعرف يعني فيها طول الانبوبه اللي هو ثابت او طول اللامينال الفلو اللي هو ثابت. عندي الفريكشن بتاعي عند نفس رينولد، وطبعا عاجل الجاذبيه الارضيه ثابته، والدايمتر بتاع الانبوبه اكيد ثابت ما بيتغيرش معاك يعني. وعندك
الرو تقريبا ثابته هي والميو، فعشان كده قلنا تقريبا، فعشان كده احنا طلعناها بره الثابت، لانها طبعا ايه بتتغير بتغير بشكل اساسي، بتغير درجه الحراره في الدلتا بي. فاصبحت علاقه هنا لينير. وممكن اطلع تاني علاقه بين، يعني عايز اطلع الدلتا بي ديت بتساوي هنا فانكشن في رينولد. فبرضه بعمل سيبريشن للفاريبل للعلاقات ديت، هيطلع لي العلاقه دي. اوكي، فبالتالي وده طبعا مثال مشروح بشكل واضح في هولمان. برضه ايه، نفتح هولمان ونشوفه. وكنا قلنا بقى احنا في الجزء الثالث من المحاضرات بتاعت اللامير فلو، كنا اخذنا فيه بقى اللي هو الفلو باي اوبستراكشن ميثود، وده طبعا دوت برنولي اللي هو عمل المعادله بتاعت برنولي. وشفنا فيه عندي الفنشوري، وشفنا في النوزل، وشفنا في الأورفيس. طبعا خلي بالكم الأورفيس ده في غاية الأهمية خالص، هو والفنشوري. وشفنا شوية بقى يعني وسائل تانية للفلو اللي هو الروتاميتر. وطبعا الروتاميتر انت والحاجات دي كلها انت يعني تعاملت معاها في المعمل، التربن فلوميتر، وعندي الفورتك شيدنج فلوميتر. كل ده من ظواهر احنا بنشوفها في الطبيعه. واخدنا طبعا النهارده رجعنا تاني الالتراسونيك فلوميتر واللامينر فلوميتر. وعملنا بقى ازاي اللامينر اصلا، يعني اللامينر دي اتعملت ازاي. هي بدل الفلو ماشي في انبوبه واحده كده، وزي ما شايفين ان بيرود مرتبط بالديمتر بتاع الانبوبه، لا خليت الانبوبه ديت حطيت فيها عدد كبير من الانابيب الصغيره. فطبعا اليو تقريبا مش هيتغير، اليو هتفضل زي ما هي اللي هو اليو افريج يعني. انما الديمتر اصبح الفلو ماشي في ديمتر صغير، الديمتر ده صغير، فبالتالي دي هتقل، فهتقل طبعا عن ال 2500 وهتصل الى مرحله اللامينر. فهي دي النقطة. وبكده يبقى احنا يعني راجعنا تاني الجزء اللي كان ملوش صوت في الفيديو السابق، ونلقاكم في الفيديو الجديد اللي هنتكلم فيه بقى عن القياسات السرعة. يعني انا عايز اقيس السرعة ذات نفسها، عايز اقيس الفلو، عايز اقيس السرعة، ودوت اللي هيبقى في الفيديو رقم 4. شكرا يا باشمهندس.